حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذة راوية المناعي، الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شؤون البلديات والزراعة. أهلا بك يا أستاذة راوية في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. إلى أي مدى تشكل قمة البحرين للمدن الذكية، تشكل أهمية في مجال المدن الذكية والاستدامة أيضا؟ بداية أشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء على النسخة السادسة من قمة البحرين للمدن الذكية، واللي إن شاء الله راح تبدأ باكر لمدة يومين. طبعا يعني تأتي أهمية القمة من المشاركات المتميزة اللي راح تكون فيها من مختصين من القطاعين العام والخاص، من مهندسين استشاريين، وطبعا ذوي الخبرة في قطاعات التكنولوجيا والمدن الذكية والاستدامة. تشكل هذه القمة أهمية بالغة طبعا حق القطاعين الخاص والعام، القطاع الأكاديمي طبعا، والجمعيات الأهلية، وجمعي الأشخاص المهتمين بمجالات المدن الذكية. وهذه طبعا يعود لعدد المشاركات من أوراق بحثية، جلسات نقاشية تسلط الضوء على محاور جدا مهمة تتعلق بالمدن الذكية والحلول الذكية والتطبيقات، إضافة إلى المباني الذكية، تقنيات الزراعة الذكية والمستدامة. طبعا هذه القمة تعتبر منصة لتبادل خبرات تجارب للاطلاع على أحدث النظم والحلول اللي تعني بالاستدامة والتحول الرقمي. وطبعا يعني ما يخفى عليكم أن تتميز القمة كذلك بفعاليات مصاحبة. عندنا موجود المعرض اللي تستعرض فيه كل الجهات منجزاتها من حلول المدن الذكية، مبادرات الاستدامة والتحول الرقمي. إضافة طبعا إلى جائزة البحرين للمدن الذكية 2023، والتي تهدف إلى إلهام طبعا تشجيع وتبني حلول ذكية مستدامة. من هذه الجوائز طبعا في جائزة الذكاء الاصطناعي، جائزة المباني الذكية، وأخيرا جائزة أفضل تطبيق مؤسسي. وهذه يعني من أهم الجوائز اللي طبعا يعني يتسابقون عليها للفوز فيها في كل دورة أو في كل قمة. نعم أستاذ راوية، ما هي أبرز التجارب المحلية والمساهمات أيضا في وزارة شؤون البلديات والزراعة في مجال توظيف التكنولوجيا في المشاريع البلدية؟ بداية أحب أسلط الضوء أن مشاركة الوزارة في القمة طبعا سلطنا الضوء على يعني من خلال الجلسات النقاشية على محاور جدا مهمة تتعلق طبعا بالأمن الغذائي في التكنولوجيا الزراعية في البحرين. بيتم استعراض الفرص والتحديات في هذا القطاع، إضافة إلى استعراض تجربة الوزارة في نظام بنايات والتركيز على أثر إعادة تعريف دور القطاع العام على رضا العملاء. وبيكون هناك مشاركة للوزارة في جلسة نقاشية حول المدن الذكية المستدامة من منطلق أن الإنسان يكون هو المرتكز الأساسي لهذه المدن ودوره في التنمية المستدامة. وزارة شؤون البلديات والزراعة طبعا راح تشارك في المعرض وتستعرض حلول ذكية تتبناها الوزارة في مشاريعها وخدماتها اللي تقدمها. نعم. وهذه طبعا بهدف أن ننقل خبراتنا للقطاعات اللي تكون موجودة. وأن وزارة شؤون البلديات يعني صراحة وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات تعتمد على الطاقة المستدامة، إضافة إلى هناك استراتيجيات لمعالجة وتدوير المخلفات. أما في القطاع الزراعي فهناك طبعا عدة مبادرات، منها مثلا توظيف التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، بناء مختبرات مزودة بآخر ما توصلت إلى التكنولوجيا. وأحب أن أختم أن دعم الوزارة دائما على أتمتة الخدمات البلدية، وذلك بهدف رفع كفاءة خدمات المقدمة وتيسيرها للمستفيدين. أخيرا تم إضافة تطبيق الحدائق اللي تم تدشينه مؤخرا في معرض الحدائق، وبه الهدف كان إنشاء منصة تحتوي على الحدائق والمنتزهات والمماشي بحيث يتمكن المستخدم أو الزائر أنه يبحث أو يحدد المشروع عبر هذه المنصة، أنه يختارها مثلا هو يبي يروح يمشي فيختار مشروع مناسب للمشي، أو فسحة مع الأطفال فيختارها، كلها عبر المنصة اللي دشنتها الوزارة. وطبعا الوزارة دائما مستمرة في تبني الحلول والتطبيقات الذكية والتركيز على الاستدامة كمحور أساسي في من استراتيجيات الوزارة. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق الأستاذة راوية المناعي، الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شؤون البلديات والزراعة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.